السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل في المحاضرة تبعتنا. الرحيم. طيب، شوف، قبل ما نبدأ في التولز الثانية نرشح. أنا الآن شبكة الإنترنت وحاب نشوف بعض الكوماندز. لدينا لو ضغطنا على لينك بين ايدينا، نشوف مع بعض ايش بصير عندي. اشغل لي الشطر المناسبة. انا بدي اقول التالي، بدي اقول open with desktop. انا منزل برنامج، شوفوا هذا البرنامج. فضلا بتمنى من الجميع ينزل هذا البرنامج ديسكتوب. بعد ما نزله اشغله بهذه الطريقة، هذا هو، عشان نحصل على البيانات المناسبة. وبعد هيك بدي اروح على كولون اور داونلود، تاخذ الخيار هذا هو عبارة عن كوبي لليو ار ال. وبعد هيك بدي اروح على فايل كولون ريبوزيتوري واليو ار ال، بتختار هاي موجودة عندي. أنا بدي أعمله داونلود مرة ثانية عشان أشوف كيف البروسيس. كولون هيبدأ يعمل لي داونلودينج للملفات الخاصة، وبحيث بعد هيك أستفيد منها في باقي المادة. طبعا هذه أكثر طريقة مناسبة عشان أحصل على أي سورس كود من خلال الموقع اللي بين إيدينا اللي هو الجيت هاب. كمل محاضرتنا. وصلنا عند التول الخاصة ب سوجر لوظيفة تعدين انترفيس خاصة ب API لداخل البرنامج. طيب، الآن ندخل على التعديلات المناسبة اللي هتممها على الأنجولار عشان أعمل consuming للداتا، أعمل consuming للويب سيرفس، أعمل استفادة، أستفيد من الداتا، أحصل على الداتا الخاصة بالويب سيرفس. هروح على الملف اللي بين إيدينا model.module.ts. التعديلات اللي بدي أعملها التالي، بدي أعمل import http common angular module اللي هستخدمه http client module، وبعدين في import statement اعمل التعديلات المناسبة http client module. هاي التعديل الاول، اعمل importing للكلاس المناسب. هذا كلامه يا شباب. مرة ثانية في module.module.ts. اثنين، بدي اروح على الريبوزيتوري الفايل الثاني، بدي اعمل التالي كذلك، بدي اعمل import لا http client، وكذلك بدي اعمل شيء يسمى injectable. هذه شو وظيفتها؟ هذه وظيفتها او الريبوزيتوري شو وظيفته؟ يستقبل بيانات من خلال http request، يعمل استقبال ويعمل ارسال، وبعد هيك يعمل انجكشن، يعمل يروح يحول الداتا على موديلز تانية. احنا في خلال البرنامج اللي بين ايدينا مجموعة كبيرة من الشاشات، مجموعة كبيرة من الفورمز، مجموعة كبيرة من الموديولز. انا بحاجة استقبل بيانات وارسل بيانات. المكان الرئيسي للاستقبال الاول موديل دوت موديول، المكان الثاني ريبوزيتوري، وبعد هيك هنصدر البيانات لعدد كبير من الشاشات. إذا عملت import statement زي ما شايفينها بين إيدينا. بعدين هنعمل التالي constructor private http من نوع http client، هنعمل get product واحد. هذا هي الميثود اللي أنا بدي إياها. شو هذا الميثود؟ هذه عبارة عن ميثود، وين موجودة؟ موجودة طبعا مع بعض.
في ديس دوت اتش تي تي بي مثل اللي انا ديها جيت اسم الكلاس، اسم الكلاس اللي بدين ايدينا برودكت اي بي اي برودكت زائد الاي دي، وبعدين اعمل سبسكرايب للداتا اللي بين ايدينا. هنلاحظ مع بعض كله عبارة عن شيء متكامل، بمعنى get product عبارة عن مثل هذا هو زي ما احنا شايفينه على الشاشة. نتبع مع بعض، ها في عندي ال get method، تمام get method عبارة عن get method زي ما احنا شايفينه على الشاشة. البراميتر نغير البوينتر إلى بن، عندي get method هذا هي get method. input parameter عملنا له passing لواحد، هيرجع للواحد هنا وين ال ID، بعدين this dot http هذه ال http dot get هذا ال class name موجود في ده angular، بعدين هذه ال routing شفناها في ال MVC، بعدين ال ID استقبلنا من هنا، عملنا له passing لهنا، وبعدين عملنا سبسكرايب للداتا، حرجع للداتا في بي، حرجع لي في كلاس اسمه برودكت في داخل انجولار ابلكيشن. هنلاحظ مع بعض هذا الكلام ايدنتيكال، نفس الميثود اللي عرفناه وين قبل شويه. نرجع مع بعض، لا MVC ابلكيشن هذا هو. نعطي معايا عندي ABB client أو الميثود get product passing parameter. طبعا النيمينج احنا مش مقيدين فيها، فقط احنا مقيدين في الاسماء اللي بين ايدينا. في عندي get product هنعمل له calling من angular باسم الميثود. الانبوت باراميتر ممكن اغيره اسم فقط، لكن الداتا تايب لازم تضلها زي ما هي. الراوتينج حيظل ثابت، طيب هناخد هيك بشكل عام شو هذا الكلام نحكي عنه. understanding the client class شو وظيفته، client class angular will provide HTTP client object as a constructor argument when a new repository object is created which will assign to private instance variable called HTTP. هذا هو عملنا بعدك مع من خلال ايش local variable سميناه HTTP قبل شوي شفناه، هذا هو ونفذنا الجيت. نرجع للجيت شو وظيفتها، get هذا هي تديني retrieve one or more data from object. طيب نكمل نبدأ مع بعض. بعدين في عندي HTTP class هنشوف ايش سوينا عنها. هاي اسم الميثود مقابل له API اللي هي موجودة وين في ال MVC، passing parameter ال ID، وبعدين عملنا جملة subscribe statement لوظيفتها بتديني الداتا المناسبة. ممكن أعمل أشياء إضافية، أعمل passing، إحنا عملنا إيش passing parameter ID، كنا نعمل filtering للداتا. في عندي category بيساوي scooter، category يساوي سكوتر، سيرش يساوي ستوديوم. هذه عبارة عن إيش؟ عبارة عن سيرش كريتيريا. بالإضافة أنا عملت الآن كولينج للـ API product، وأنا كذلك API product عملنا باسنج لكريتيريا تاني. هذه عبارة عن إيش؟ وين هلاقي هذه؟ هذه اللي بين إيدينا، هاي الكريتيريا الأولى،
الكريتيريا الثانية وين هذه؟ عبارة عن وين؟ إيش؟ وين هلاقيها؟ كاتيجوري والسيرش عبارة عن input parameter موجودة في الـ MVC. نرجع للـ MVC. هاي عندي على سبيل المثال عندي الـ get بالـ ID. هنلاحظ بعد هيك في عندي في الـ controller في عندي ميثود ثانية تستقبل search criteria اللي خاصة بيها. بمعنى كل شيء أنا بكتب في Angular في له شيء مقابل في الـ MVC. طيب نحكي الآن على الـ assignment عشان نختم المحاضرة تبعتنا. المطلوب مني التالي، أول شيء هذا عبارة عن individual assignment، كل طالب بده يحل بشكل مستقل، وهذا عبارة عن معيار أساسي عشان نقيم الطلاب من خلاله. الاساينمنت الحالي عليه 10 بوينت، عليه 10% من الدرجات المادة. احنا من هان ل 15/5 هناخد 50 بوينت. هي الاساينمنت الاول بسيط جدا، ما علينا الا اتاكد انه اعمل انا انستليشن للديف انفيرومنت. انا اعمل نرجع للشابتر الاول نروح نتاكد انه كل البرامج لازمة شغالة. اثنين اعمل احصل على الداتا الخاصة بالشابتر الحالي رقم 5. بعدين اعمل run للتو ابلكيشنز، اعمل شو هي الاشياء المناسبة عشان اعمل run للتو ابلكيشنز. كنشاط بسيط جدا عشان نتأكد ان كل شيء شغال، بس اعمل update للتايتل الخاص بالابلكيشن باسمك. بعدين نعمل تسجيل للشاشة الخاصة بك مدة 1 دقيقة 1 تحتوي على اسمك، تبعت لي اياها كفيديو على اليوبينار. آخر موعد عنا لعند 10/4. ناخد مع بعض بس هيك، أنا حابب هيك أنا أساعدكم بشكل على الأسايمنت الحالي. أنا نسخت الداتا قبل زي ما شفناها قبل شوية، نسخناها. هاي رحنا على هاي جيت هاب، هذا هو عندنا نزلنا البرنامج. شوف الملفات اللي نزلت، نزلت عندي جميع الملفات على الجهاز من خلال التول اللي احنا استخدمناها اللي جيت هاب ديسكتوب. هاي في عندي شبات المحل 3 وعدد 13. المطلوب مني انسخ شبت الرقم 3، احطه في مكان معين عندي على الجهاز. اثنين مع بعض كيف حنشتغل. في 19 في عندي اللاب، ايش سويت؟ هنا نسخت للشابتر رقم 5. اثنين بتدخل على الكلاينت والسيرفر، نبدا في السيرفر. السيرفر شغل السيرفر، شغل السيرفر مع بعض. شوف شو الاشياء اللي انا لازم اعمل لها تعديل عشان يشتغل البرنامج بشكل سليم. تعديل واحد فقط في الوقت الحالي، نروح على Application Setting Development JSON. طلع مع بعض، ايش سويت هنا؟ عددت الـ Default Connection بما يناسبني انا في البرنامج تبعي فقط، انا ضفته كالتالي. هذا هو التعديل الاول. طب شوفوا الانستانس اللي عندي، انا على سبيل المثال عندي زي ما احنا شايفينها على الشاشة .SQL اسم الداتابيز، هذا بسيبته زي ما هو، ما عملت له تعديل، فقط عملت تعديل للمقطع هذه، لأنه كل طالب يفترض يكون عنده انستنس خاصة به. عشان نحصل على الانستنس الخاصة نشوف مع بعض connect SQL server. هاي في عندي زي ما احنا شايفينها، هاي بنعمل بيست مع بعض نشوفها. local SQL 17 اسم الداتابيز زي ما هي. أضفت عندي كذلك integrated security لأن ما بدي أعمل providing لليوزر نيم وباسورد. إذا فقط هي التعديل الأول، هاي التعديل الثاني.
الثاني اللي أنا بدي أتممه على الـ connection string. اثنين زي ما شفناه في المادة بيقدروا على الكلاينت. بدي أعمل تنفيذ الكوماند التالي، رحنا على الكوماند لاين قلنا له نرجع للسلايد، ايش مطلوب مني؟ اعمل انستول الباكجز اللازمة، بدي اعمل ران للكوماند npm install، لنكتب npm install هيبدأ يعمل داونلودينج وانستولينج للباكجز الريكويرمنت الخاصة الكلاينت سايد زي ما احنا شايفين، يعني بيعمل ابديتنج وبيعمل انستولينج للداتا. هياخد مني وقت، وبعد هيك بدي اروح اشغل هذا عندي، هذا شغال. بدي اروح على سيرفر نفس الشيء، بننفذ الكوماند اللي بين ايدينا عشان اتاكد الامور كلها تمام. الكوماند اللي بين ايدينا دوت نت ران واتش، تكتب الكوماند مع بعض دوت نت واتش run.